أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان اليوم حكمين غيابين بحق الفنان فضل شاكر الأول، يقضي بحبسه 15 عام مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية بعد إدانته بجرم التدخل في أعمال الإرهاب الجنائية التي اقترفها إرهابيون مع علمه بالأمر عن طريق تقديم خدمات لوجستية لهم. أما الحكم الثاني فقضى بسجن الفنان فضل شاكر 7 سنوات مع الأشغال الشاقة وتجريده من حقوقه المدنية وتغريمه 5 مليون ليرة بتهمة تمويله مجموعة الأسير المسلحة والإنفاق على أفرادها وتأمين ثمن أسلحة وزخائر حربية. وفاجأ قرار المحكمة اللبنانية جمهور فضل شاكر وتداول الخبر بحزن شديد، وجاء في التعليقات: إن شاء الله بيشملك العفو العام وبتطلع براءة، الله يحميك ويخلينا هالصوت الملائكي. يعني هل ازاي رجع لبنان بينحبس ولا فيكن تحبسوه وين مكان حاليا؟ وعلقت متابعة اخرى: اتوقع يكون الحكم مع وقف التنفيذ، خاصة انه فضل هلا برا البلد وعليها احكام من قبل، لكن بيصير خطر عليها اذا رجع على لبنان من جديد. وتصدر الفنان اللبناني فضل شاكر حديث الجمهور عقب طرح أغنية جديدة باللهجة المصرية، وحققت أغنية ابقى جابني أول 1,000,000 مشاهدة عبر القناة الرسمية لفضل شاكر على يوتيوب في أقل من 24 ساعة من طرحها. ويأتي طرح فضل شاكر للأغنية المصرية ابقى جابني بعد أسابيع من طرحه أغنية باللهجة الخليجية للحين عايش. خبر حبس فضل شاكر أثار حزن عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعية، وبعضهم عبر عن الصدمة، والبعض الآخر قال: من يدعم الإرهاب فلا بد من محاكمته